نعم رندا، صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا، بنصب عليكم مرة أخرى من البادية الشمالية الشرقية وبالتحديد من منطقة صبحة. طبعا مشاهدينا، تمتاز هذه المنطقة بإنتاج وتصدير أفضل أنواع اللوزيات في منطقة الشرق الأوسط. طبعا بدأت زراعة شجرة اللوزيات في هذه المنطقة عام 1982، وبلغت مساحة الأراضي المزروعة حوالي 110 ألاف دنم. طبعا مشاهدينا، من أشهر اللوزيات الموجودة في المنطقة الدراج والنكترين والمشمش والكعكة وكعب الغزال. طبعا مشاهدينا، يتم تصديرها لجميع دول العالم، ومن أهمها الدول الأوروبية والدول الخليجية. لحتى نتعرف أكثر على زراعة اللوزيات في البادية الشمالية الشرقية، رح يكون معنا المهندس عماد الشملان. صباح الخير مهندس. هلا، صباح الخير، الله يعطيك العافية يا أخ أحمد. نعم، حابين تحدثنا بالبداية عن زراعة اللوزيات بشكل عام في منطقة البادية الشمالية. أولا أسعد الله صباحكم، ونشكر التلفزيون الأردني مع يوم جديد اللي مهتم بالأمر هذا. ثانيا، أنا طبعا مش مهندس، مزارع. الأهم أنه نرفع لجلالة سيدنا أسعد الله صباحه من البادية الشمالية الشرقية. إحنا تم زراعة اللوزيات في عام 1982 ما يقارب 100,000 دلم مزروعة بالفواكه اللي هي الدراج والنكترين والمشمش والكعكة والخوخ والتفاح. طبعا تمتاز البادية بالبرودة، لأنه يحتاج هذه الفواكه إلى 500 أو 400 ساعة تحت الصفر تجمع سنويا حتى يكون الإنتاج مميز إن شاء الله. البادية طبعا أخ أبو حماد كانت غير ذلك، كانت منطقة حجرية بحمد الله، وسواعد أبنائها أصبحت جنان من حمد الله عز وجل. إحنا موضوع المياه الجوفية هي الأهم، ما يقارب 500 متر تحت الأرض يتم استخراجها. موضوع الزراعة من البداية هي تجريف الأراضي كاملة، بالإضافة إلى السماد العضوي والتجوير والزراعة المبدئية. المرحلة اللي هي مرحلة تربية الشجر ما يقارب 3 سنوات للأربع سنوات تقريبا. في السنة الخامسة يتم تربية الشجر بكميات أنه ما تحمل أكثر من 10-15 كيلو. في السنة الخامسة يتم تحميل الشجر بالفواكه بكميات تجارية. من حمد الله إحنا أصبحت البادية رقم واحد في الأردن بإنتاج الفواكه. منتجاتنا أصبحت من حمد الله في الخليج، في العراق، في روسيا، في الدول الأوروبية كاملة، لأنه إنتاج مميز وإنتاج من أفضل ما يمكن من حمد الله، بيكون الأرض مناسبة لإنتاج الفواكه. كما تعرف أخوي أحمد أنه الأرض تحديدا الأرض والمناخ يعطي لون للدراج وللنكترين وبالحجم. ومن حمد الله زي ما أنت شايف الآن أصبحت البادية عبارة عن جنة ما شاء الله عليها. نعم، طيب نحكي عن مراحل الزراعة أول بأول. أنت حكيت أنه تجهيز الأرض، بعدين بيتم لثلاث أربع سنوات تجهيزها، بعد هيك بصير يطرح الثمار بعد السنة الخامسة. نعم. طيب تحكينا بعد هيك شو كيف يعني بتستمروا في حتى تحصل على أفضل المنتجات من تسميد، عملية الرش أيضا مهمة جدا والتسميد للشجر، بعد هيك القطف. طبعا زي ما انت تعرف اخوي انه بعد السنه الخامسه يتم الاهتمام، هي من السنه الاولى ولكن بيكون الحمل التجاري على السنه الخامسه. السنه الخامسه بالاهتمام بالسماد العضوي وبعض الاسمده التي غير ضاره للفواكه. ومن حمد الله يعني المنتج تاع الباديه اصبح ناجح مخبريا وما في اي مضار على الاطلاق. نعم، طيب تحكي لنا عن مراحل القطف. مراحل القطف يتم طبعا كل صنف بصنفه من شهر 5 ولغاية شهر 10. كما أنت ترى الآن أنه القطف البدائي، إحنا الحمد لله والأكثر في المزارعين البادية